إلى ذلك قال الدكتور رائد الجبوري مدير عام الصحة في المحافظة إن الإمكانات في المؤسسات الصحية لا تتناسب مع حجم التحدي، وهي قضية تشكو منها جميع مؤسسات الدولة في مواجهة كورونا. سيادة المحافظ، مثل ما شفتوا انه البارحة كان الرقم مخيف ومرعب، 426 مصاب بفيروس كورونا. طبعا هذا السبب الاول هو يعني عدم الالتزام ب يعني تعليمات السلامة. بالنسبة احنا كدائرة الصحة، يعني سيادة المحافظ مثل ما تعرفون الكل، عندنا يعني نسبة اشغال سريري بكل مؤسساتنا مخصصة لعدد معين من المرضى. يعني مثلا انا عندي نسبة اشغال سرير لعدد المرضى يعني تكون مثلا 500 600 ألف مريض. مو يعني ما صممت مؤسساتي ولا الكوادر الموجودة ولا الطاقات اللي عندي الموجودة، صممت ال 4000 او 5000 المشتبه بهم والملامسين وغيرهم، ومثل ما يدرون الاخوان يعني بتكريت وبالاقضية.